قلت نعمل سيجارو ونمشي نرقد. ومن بعد قلت خليني نعمل فيديو صغيرة مش طويلة، ورغم اللي فيديو رغم اللي نقول صغيرة تطلع طويلة، باش نقول لكم راني آخر الجمعة نرجع نعمل فيديوهات، على خاطر قطعت هذه المدة وأنا أعتذر عن هذا التأخير، يعني اللي دام تقريبا شهرين ولا أكثر من عرش قداش، والأسباب عديدة منها عدم الرغبة متاعي في عمل فيديوهات من جهة، ومن جهة أخرى معناتها كنت مشغول ياسر وعندي ياسر قضيات وحاجات باش نعملها. ومن ناحية ثالثة الموضوع اللي معناتها أنا أتطرق ليه حول تاريخ الإنسان وتاريخ المعتقدات أو تطور الفكر الإنساني، هو في الحقيقة موضوع ياسر 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 حساس، ويحتاج ياسر تركيز، ويستدعي الكثير من الحذر. خاصة أنا منحبش ننقل المعلومات المتداولة والمعلومات اللي معنتها على جانب دعائي أكثر من جانب علمي. كما تعرفوا لا أريد أن أنقل إلا ما هو ثابت وموثق، ولا أريد أن أنقل الافتراضات والتخمينات البعيدة كل البعد عن العلم والدراسات العلمية. ديما نحاول باش نعطي المعلومة اللي ثابتة، رغم اللي هي ساعات تكون فيها ثغرات وغير متكاملة وفيها نوع ما من التذبذب، ولكن اللي يثبت علميا يعتبر أصح وأهم لمعرفة الحقيقة أو الحقائق، لأن ليس هناك حقيقة واحدة. ديما نقول معلومة صحيحة وثابتة علميا بالتجربة وبالأدلة خير من 20,000 معلومة مجرد كلام وإنشاء وحكايات فارغة. وإحنا نعرفوا اللي يعني وسائل الإعلام سواء على الإنترنت أو غيرها دائما لا تريد أن تتطرق للبحوث العلمية، لأن البحوث العلمية الشعب العادي من جمش يفهمها، وفيها ياسر من العثرات نوعا ما. فهمت؟ تعرفوا العلم دائما يكون حذر، لهذا هم يفضلوا يروجوا للأكاذيب وللخرافات اللي تظهر معناتها للإنسان العادي إنها كاملة وإنها منسقة وكل شيء على شكل خرافة، كما نقول واحدة يعني تكون على شكل خرافة، لأن تلقى إقبال. كما يجي يحكي لك مثلا على المخلوقات الفضائية ويرجع لك للتاريخ وكله كلام فارغ ما عنده حتى معنى، لأن هذا الشيء هو الذي يسوق وهذا الشيء اللي يلقى مشاهدة كبيرة. أما البحوث العلمية، فهمت؟ البحوث العلمية ما يحبهاش الإنسان العادي. الإنسان العادي يحب يتفرج، يحب يتمتع، يحب فيلم فيه أكشن كما يقول، ما يحبش معلومات خام ومعلومات ترزن له مخه، هو كي يتفرج يحب يرتاح. المهم أنا كما قلت لكم نحاول باش نكون أكثر مصداقية، يعني نكون أكثر مصداقية ممكن واعتمد على ما هو ثابت. فهمت؟ هذه هي الحاجة اللي نركز عليها ونعطي الفكرة، والشخص من بعد يمشي كما قلت لكم يبحث وحده. والعلم كما تعرفوا مش ثابت، يعني دائما يتطور، والبعض يعتمد على هذه الفكرة يقول لك العلم هو ثابت إذا ما ناخذوش، إذا ناخذ الخرافة. لا، هذه فكرة غلطة، لأن العلم صحيح ما هو ثابت، لأنه ديما يصلح، يعني كيجيب معلومة من بعد يزيد يصلحها. فهمت؟ ما عندوش حاجة مقدسة العلم، سواء في المجال التاريخي سواء في المجال
في أي مجال، في التاريخ، في البحوثات التاريخية، في البحوثات معناتها ظهور الإنسان، كلها ديما نهار كل العلم يدقق ويصحح ويعطي معناتها المعلومة الأقرب ما يمكن للحقيقة. المهم ما نطولش عليكم، يعني أنا حبيت نقول لكم المسألة هذه، يعني الفيديوهات اللي موجودة اللي تحكي على الخرافات تلقاها في المشاهدة بتاعها بالملايين، بينما الفيديوهات أو البحوث العلمية تلقى المشاهدة بتاعها قليلة، وكما يقولوا اللي يبحث يلقى. تكلمنا في الفيديو السابق، آخر فيديو عملته قبل شهرين، حول ظهور زردشت أو ظهور الزردشتية. أنتم تعرفوا اللي الزردشتية هي أول الديانات السماوية بأتم معنى الكلمة ظهرت عند الإنسان، وهذا لا نقاش فيه، يعني أي إنسان يبحث ويكون باحث يعرف إن الدين على شكل دين بأتم معنى الكلمة ظهر عند الزردشتية. واحد يقول لي ما لا الأديان اللي قبل الزردشتية شنو؟ لا، الأديان اللي قبل الزردشتية كانت معتقدات وشبه أديان، كل ما هو قبلها فهمت هي ديانات طبيعية، فلسفات موارائية، شبه ديانات غير مكتملة وغير منظمة. أما الديانة الزردشتية كانت ديانة بأتم معنى الكلمة، وهي في الحقيقة ملخص لكل المعتقدات اللي موجودة قبلها، فهمت؟ وكما تلاحظوا الزردشتية تحمل اسم المؤسس متاعها اللي هو زردشت، واللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق وعن وجوده، وقلت لكم اللي زردشت هو كشخص كشخصية يعني علميا وتاريخيا يعني يمكن عنده معناتها نسبة كبيرة جدا إنه شخص توجد بالفعل أكثر من كل رسل الديانة الإبراهيمية. شفت إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، كل في شكوك، بينما زردشت صحيح حتى هو في شكوك، فما اللي شكك في وجوده، ولكن الأدلة على وجوده هي أكثر بكثير من كل الأنبياء والرسل. قبل ما نتكلم عن الزردشتية اللي أنا وعدتكم باش نعمل لكم الحلقة الثانية عن الزردشتية، حبيت نعمل هذه الفيديو باش نلخص فيها بعض الحاجات، فهمت؟ لأن هذه الديانة ما كما قلت لكم وكما معناتها تعرف، وما فماش حاجة هبطت من السماء، هي وريثة معتقدات قديمة، وفي نفس الوقت هي نقطة التحول في المعتقدات أو في التطور ما وراء الطبيعي للإنسان، وهي الحجر الأساس والمقدمة للديانات الإبراهيمية أو ما نطلق عليها السماوية، أولهم طبعا اليهودية، معناتها اليهودية ما فما أكيد قبلها، ويتبعها المسيحية، وأخيرا الإسلام اللي يهمنا هوني. إذن هذه الفيديو هي عبارة على ملخص لما قلنا في الفيديوهات السابقة بعد كل هذا الانقطاع، لوضع المستمع أو المتابع في مجرى سلسلة الفيديوهات حول التطور الإنساني وتطور المعرفة لدى الإنسان، وخاصة حول ظهور المعتقدات والأديان. إذن سوف يكون هذا الفيديو تذكرة للأفكار الأساسية اللي طرحناها، ومقدمة لفهم حقيقة الزردشتية اللي اعتبرها شخصيا تحول أساسي في التفكير البشري، ونقلة نوعية في استعمال المعتقد في مصلحة السلطة والحكم اللي نعانيه منه منذ آلاف السنين وإلى هذه الساعة. كما نقول ونعاود، الزردشتية لم تأتي من فراغ، وإنما تطور طبيعي للإنسان نحو مفهوم المعتقد والسلطة. أنتم تعرفوا اللي المعتقدات والأديان والمذاهب بالمئات إن لم أقل بالآلاف، وكذلك أنواع البشر والأجناس والشعوب والثقافات. وقد علمنا في الفيديوهات السابقة كيف تطور الإنسان عبر ملايين من السنين إلى أن ظهر ما يسمى الإنسان العاقل قبل 150 ألف سنة، وظهوره واندماجه مع أنواع
أشباه الإنسان يعني اللي قبله، واحتواه سواء بالقوة أو بالقتل أو بالإبادة أو حتى بالتجانس معه، وأدى إلى ظهور هذه الأجناس وهذه الشعوب المختلفة. نفس الشيء بالنسبة لتطور الأديان أو تطور الفكر أو تطور أي حاجة، أي حاجة موجودة هي خلاصة اللي قبلها. نفس الشيء بالنسبة لتطور الأديان أو المعتقد، بعد ظهور المعتقدات الأولى قبل ملايين السنين وبدأ الإنسان فيما يسمى دفن الموتى والاعتقاد أن هناك حياة ما بعد الموت أو عودة إلى هذه الدنيا وغيرها من المعتقدات، ما نطلق عليها المعتقدات المحلية والفردية الذي تشمل جميع الجوانب التي يطرحها الإنسان كأسئلة وجودية ويحاول أن يتصور الإجابة على حسب المكان والزمان اللي موجود فيه والتطور الفكري اللي عنده. هذا الكل من أجل أن يحصل على الأطمأنينة في هذه الحياة وإن كانت خيالية. إذن الأديان في الأول، يعني أنا نسميهم الديانات الطبيعية، الهدف متاعهم ما همش حياة من بعد الموت، الهدف متاعهم هي سعادة الإنسان واطمئنانة في هذه الحياة. هذا هو الهدف الأول. يعني الإنسان أوجد الأديان ليس لكي يعيش بها معناتها بعد ليموت، لا مهموش، هو الهدف من الأديان هو أنه يعيش مطمئن في هذه الحياة، لأن الوعي الإنساني عندما وصل وفهم أنه يمكن أن يموت معناتها صاب صدمة، كيفاش يعمل؟ يعني كيفاش يموت؟ شنو باش يعمل؟ إذن لازم يكون عنده معتقد أنه سوف يرجع بعد الموت، ولا أنه يمشي لعالم آخر يعيش فيه. الإنسانية عبر العصور السحيقة كونت معتقدات مختلفة، وقد معنى ارتبط الإنسان منذ القدم بما وراء الأشياء الفعلية، كل حاجة فعلية أعطاها مفهوم غيبي أو ما وراء المادة، وأراد أن يتخيل لها أشياء ما وراء وجودها الذاتي. إلا أن المعتقدات قبل كانت بعيدة عن الدولة والسلطة بمفهومها القديم، يعني بل السلطة بحد ذاتها لم تكن كما هو معروف لدينا الآن. فكان ما يسمى القائد أو الكبير أو الحكيم هو مجعول معناتها لكي يستشار وليس للسيطرة والتحكم على المجموعة أو القبيلة. فالمعتقدات كانت أشبه بمعتقدات أفراد أو معتقدات القبائل أو العشائر، وفي نفس الوقت كان المعتقد القبيلة أو العشيرة يعني فيه نوع من الحرية، فهو معتقد أفراد وقبائل وعشائر، يعني فما معتقد العشيرة ولكن في نفس الوقت هناك معتقد الفرد اللي هو فيه نوع من الحرية. والاعتقاد ما كانش ياخذ شكل طبقي، فهمت؟ ما عندوش طبقية، يعني كما توا عندنا طبقة العلماء الكبار، طبقة اللي تحتهم واللي تحتهم، يعني فماش طبقية، كانوا الناس قبل متساويين. وكان الهدف كما قلت لكم معناتها من هذه المعتقدات هي يعني حماية الإنسان من المخاوف الطبيعية والكوارث الطبيعية اللي كانت تحل بالإنسان من فيضانات، من جفاف وغيرها، فهمت؟ فكان الإنسان عنده رغبة كبيرة لكي يؤمن بهذه الأمور لكي تضمن له على الأقل العيش الآمن معناتها في الفترة اللي هو عايش فيها، كانت حيوانات مفترسة، كوارث طبيعية، غيرها، فهمت؟ إذن باش ينجم يقاوم
هو كمان كإنسان واعي، أصبح واعي، لازم يكون عنده هذه المعتقدات. ولهذا أنا ديما أقول إن الإنسان أصبح إنسان عندما اكتشف الإيمان. يعني يقولوا إن الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل، أنا نزيد نأكد إن الإنسان هو حيوان مؤمن. وهذه ديما نعاود نركز عليها، الإيمان حاجة ضرورية للإنسان. المشكلة ليس في الإيمان بحد ذاته، وإنما المشكلة في نوع الإيمان اللي نؤمن به. صحيح أنا ساعات نقول الأفكار ونعاودها ونعاودها، لأن هذه بالنسبة لي أفكار مهمة وهي حجر الأساس، معناتها بالنسبة لما توصلت إليه من تحليل لدراسة التاريخ ودراسة التطور الإيماني عند الإنسان. إذن هذه المعتقدات كانت رغبات، فهمت، لمقاومة الحياة الصعبة، الغذاء، اللباس، لحماية من البرد والحرارة والأمطار وكل هذه الأشياء، فهمت، لأن الإنسان في الأول لم يكن مستقر، كان يسكن في بلاصة ما بعد يوفى منها الأكل ينتقل لبلاصة أخرى، أو توقع فيها كارثة طبيعية يمشي لبلاصة أخرى. فهو يمتاز بالتنقل وعدم الاستقرار في مكان واحد، وقد ما أنت يسكن في بلاصة كما نقولوا احنا مئات السنين وبعد يحاول يتنقل، وقد يسكن في بلاصة فترة قصيرة جدا ثم يحاول يتنقل، فهمت. فنشأت المعتقدات في الأول الإنسان قبل ما أنت ما يبدأ يتنقل ياسر حول أشياء حوله، فهمت، كما الجبال، الأودية، الأشجار، غيرها. لكن عندما بدأ يتنقل ويتنقل معناتها تنقل بعيد، أصبح لا يستطيع أن يحمل معه هذه المعتقدات متاع الجبال أو الأودية أو غيرها. فلاحظ وانتبه أن هناك أشياء تتبعه دائما، وهي السماء. السماء فين ما مشى يشوفها، الشمس فين ما مشى يشوفها، القمر فين ما مشى يشوفها، النجوم فين ما مشى يشوفهم، السحاب فين ما مشى يشوفه. وهنا بدأ كما نقول احنا الإنسان ينظر إلى السماء، ويعتبر أن السماء أو ما يسمى بالأجرام السماوية هي اللي تحميه فوق هذه الأرض أينما ذهب. فهنا المعتقد تحول من أشياء قريبة لنا إلى أشياء فوقنا، فهمت، اللي أعطاها أهمية كبيرة. وكانت هذه في الأول يعني المعتقدات يعني بتاع الأرباب بتاع الشمس، القمر، المطر، النجوم، غيرها، كانت هي عبارة على ملوك تتصرف فيها. يعني هو كيما يشوف روحه كقبيلة يحكم فيه، مش يحكم فيه، وما كانش مفهوم الحكم، يعني يسير فيها راجل كبير حكيم. ولو يعني نفس هذا المثل طبقوه على كل ما هو في الكون، فيعتبروا اللي يجيب المطر هو ملك يحكم في العنصر هذا، أو يحكم في عنصر التراب أو الماء أو الشمس أو القمر أو الليل أو النهار. وهكاك يعني ده كما نقوله احنا يقدم في قرابين، فهمت، وطقوس جماعية معناتها للقبيلة لأجل التقرب للمتحكم في هذا العنصر. ولكن كما قلت لكم هناك هامش من الحرية، هامش من الحرية كبير جدا. يعني صحيح نقوله مثلا رب الشمس فلان، أو رب القمر فلان، أو رب المطر فلان، وكانت القبيلة تقدم له قرابين، ولكن وجهة نظر كل واحد من القبيلة لهذا الملك هذه تعتبر مسألة شخصية وما يتدخل فيها حد. يعني نجم واحد يقدم، يعني نجم واحد يقدم قربان للحاكم أو الرب أو الملك لهذا الشيء، سوى السماء، سوى القمر، سوى أي أو النجوم، بطريقته الخاصة، ومش لازم يتبع القبيلة، ولكن اتباعه للقبيلة هي معناتها من أجل وحدة القبيلة أو وحدة المجموعة البشرية. إذن كما قلت لكم هنا الإنسان عمل تحول كبير من ما يسمى
الارتباط بالأشياء القريبة إلى الابتعاد. وكانت فما ما يسمى هؤلاء الملوك اللي يحكموا في هذه العناصر بالآلاف، كل حاجة عندها ملك متاعها، بل كل حيوان عنده الملك متاعه، فهمت؟ كل نوع من أنواع الحيوانات كان عنده الملك متاعه، كانوا يرسموا في الكهوف وكل شيء، وتجي يرسموا مثلا الأسد يرسموه على أساس باش يتحكموا، فهمت؟ في روح الأسد. هو في البداية كما قلت لكم المعتقد كان نوع قريب من السحر، فهمت؟ إذا ما كانتش فما هناك فكرة الإله في الأول، كانت هناك ملوك أو ملائكة كما نقولوا، من بعد تحولت هذه الملائكة إلى أرباب، فهمت؟ والأرباب كانت بالآلاف. إذا مع تطور الإنسان وتطور فكرة السلطة والحكم والسيطرة على الشعوب، بدأت فكرة ظهور فكرة الآلهة، يعني أصبح الملك اللي يتصرف في المطر ولا هو المسيطر على المطر، بل أصبح هو رب المطر وإله المطر. ولكن رغم ذلك هناك آلهة كثيرة، ولكن عندما الإنسان بدأ يفكر في الغزو واحتلال شعوب أخرى والإمبريالية والتعدي على الشعوب الأخرى والقضاء عليها، هنا هذه الآلهة دخلت في صراع مع بعضها، ومن هنا ابتدت تظهر ما يسمى بفكرة الإله الأعظم. شكون هو أكثر إله؟ يعني كان كل شعب عنده الإله بتاعه، يجي الشعب هذا يقضي على الشعب الآخر، يصبح الإله هذا هو الإله متاع الشعب الآخر اللي اندمج فيه. إذا لو نشوفوا فكرة الإله والرب، أنا نفضل كلمة الرب، هي تنطلق من حياة الإنسان، فهمت؟ من حياة الإنسان العادية والتطور بتاعه، فهمت؟ إذا هنا حبيت نقول اللي في الأول بعد لكانت هناك آلاف من الآلهات، جاءت الفكرة متاع المزدية اللي هي قبل الزردشتية وأقدم عهد من الزردشتية، وجابت فكرة ما يسمى إله النور وإله الظلام. يعني الآلهة الكل اعتبرتها، فهمت؟ كلها خد لإله قوة سلطة عليا اللي هي تتمثل في إلهين، إله الخير وإله الشر، فهمت؟ طبعا هذا معناتها في فترة معناتها نجم نقولوا عندها قديش 4000 5000 سنة، يعني قبل الزردشتية، فهمت؟ الزردشتية عندها 3000 سنة تقريبا، فهمت؟ يعني قبل الزردشتية. إذا الديانة أو المعتقد المزدية، هذه المزدية اللي جت منها هارو مازدا، مازدا هو الإله، فهمت؟ اسم الإله مازدا هو الإله، وهارو هو الإله بالفارسية، وهذا نحكيو عليه في الفيديو القادم. إذا كما قلت لكم المزدية هي أقدم عهد من الزردشتية، وهي مقدمة للزردشتية، ولا يمكن الحديث عن الزردشتية دون التطرق إلى هذا المعتقد الفلسفي الذي هو بدوره لم يأتي من الفراغ، بل جاء من المعتقدات متاع الشرق الأقصى القديم، وهو بدوره لم يأتي من الفراغ، بل هو يعني انفصل من معتقدات الشرق الأقصى القديم اللي كان لها تأثير كبير ووصلت إلى الشرق الأوسط من جهة إيران، فهمت؟ من جهة إيران وعمرت كل الشرق الأوسط. كانت المعتقدات متاع قدماء الآريين في إيران كانت متحدة مع ديانة قدماء الآريين في الهند، فهمت؟ كانوا مع بعضهم يعني ديانة واحدة، فهمت؟ ولكن بين القرن يقولوا 14 أو ساعات يقولوا 19، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، انفصل الدين ما يسمى الهند عن دين إيران، ومن هنا يعني دخلت إيران عصر التاريخ، وأصبح يعني إله النور، فهمت؟ هو إله القبائل المستقرة والمتمدنة، بعكس إله الشر الذي هو إله الرحل
والمحاربون واللصوص. هنا لازم تلاحظوا في مزوز انواع متاع آلهة، إله الاستقرار وفهمتوا المدنية والحضارة والرقي، وإله السراق والمحاربين واللصوص، واللي هو تم بعد نرجعوا له هو اللي يقرب له إله محمد. فهمت؟ إله محمد هو إله الظلام، وهذا تون معناتها نحكي فيه يعني معناتها في الفيديو القادم. الجديد الذي جاءت به المزدية اللي هي ديانة قبل الزردشتية هو إنه نحى فكرة رب القبيلة أو رب الشعب. قبل المزدية كان كل شعب عنده الإله متاعه، بل كل فرد عنده الإله متاعه يدبر رأسه. هي المزدية جابت فكرة ما يسمى رب العالم أو رب الناس أجمعين، اللي هو مصدر الأخلاق ومصدر الكمال ومصدر كما نقوله احنا الخير المطلق، يعني يسميوهم الصفاء الكلي. فهمت؟ وهذه الفكرة هي اللي أدت إلى ظهور ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. فهمت؟ وزردشت ما هو إلا فهمت حسب ما يدعي هو نبي، جاء لكي يؤكد أنه يجب عبادة هرومزدا، يجب عبادة إله الخير، إله الشر لا يجب عبادته. فهمت؟ بينما قبل في المزدية يعني عندك الحق تختار إله الشر ولا إله الخير. فهمت؟ دبر راسك. هنا نفهم حاجة مهمة، إن الديانة المزدية فهمت هي مقدمة للديانة الزرشتية. ولكن الديانة المزدية من فين جاءت؟ الديانة المزدية جاءت من الديانة أو المعتقد اللي يطلق عليه الفيدا أو الفيدية. فهمت؟ الفيدية تو في الفيديو القادم نزيد نوضح لكم. الفيدية هي معناتها نجم نقوله من أقدم المعتقدات، فهمت، اللي شبه متكاملة عرفها الإنسان، وهي تقرب لشكل دين. فهمت؟ وهي قريبة جدا من السحر، وهي اللي منها تخرج فكرة ما يسمى بالغنوصية أو المعرفة، وهي ظهرت في حضارة واد السند في باكستان، معناتها بين باكستان والهند وإيران في المنطقة هذيك. احنا حكينا قبل قلنا اللي أقدم الحضارات هي الحضارة السومرية، وقلنا شنو قالوا العلماء، لكن الاكتشافات الأخيرة تؤكد أن حضارة واد السند فهمت هي أقدم من السومرية، بل من معناتها كثير من الباحثين يقول لك ان الحضاره السومريه قامت بعد سقوط الحضاره فهمت نتاع واد السند نتيجه فيضانات وقع في الفتره هذيك، او جفاف او كارثه طبيعيه ادت الى الشعوب او الحضاره هذه انها تتنقل نحو الشرق نحو العراق فهمت، وبنات الحضاره السومريه. وأنا أميل لهذا الفكرة فهمت، واعتبر أن حضارة واد السند هي أقدم الحضارات اللي موجودة قبل السومريين وقبل البابليين وقبل الفراعنة وقبل كل شيء، وأن المعتقد الفيدي أو الفيدية هو أقدم معتقد يشبه للدين. ومنه من المعتقد الفيدي، لو ترجع للفيدية، الفيدية هي اللي خرجت الهندوسية، الهندوكية هي اللي خرجت الهندوكية، وهي اللي خرجت الديانات متاع آسيا فهمت، الديانة الشنتوكية والطاوية وغيرها، وهي اللي خرجت الديانة المزدية. إذن الفيدية كانت معناتها ديانة واحدة، وكانت معناتها خاصة بقوم معين، يعني كانت جدا معناتها مغلقه، وما يعني معناتها هي ديانه نجم نقولوا هي لب الغنوصيه اللي حكينا عليها في الفيديوهات السابقه، واللي باش نعاودوا نرجعوا عليها باش نزيدوا نفهموها. هذه الديانه بعد سقوط حضاره واد السند
فهمت، نتيجة كارثة فيضانات أو غيرها، انقسمت إلى 3 أقسام. جزء منه أصبح الهندوكية، واللي بعد جابت البوذية وغيرها، وجزء منه جابت الشنتوكية والطاوية وغيرها، وجزء منه جابت المزدية. ومن المزدية انتقلنا إلى الزردشتية، ومن الزردشتية ظهرت ما يسمى بالديانات الإبراهيمية. إذا قبل أن نعمل الفيديو الثاني حول الزردشتية، لازمني نعطي فكرة على الفيدية، وكيفاش معناتها هذا المعتقد اتطور ومعناتها وانقسم وأظهر ما يسمى المزدية. الفيدية ما تؤمنش بالواحد، يعني شوف، ما تؤمنش بالواحد، تؤمن بالتعدد، بالتعدد، فهمت، الآلهة بالملايين على قد الأشياء الموجودة. لهذا في الهندوكية نشوف نلقى عندهم ملايين الآلهة، ملايين. إذا الفيدية ما تؤمنش بإله واحد، وما تستعرش بفكرة الإله الواحد، يعني تؤمن بآلهة على عدد الموجودات اللي موجودة في الكون. من بعد اتطورت الفكرة، ومع ظهور السلطة والحكم وحب السيطرة وحب معناتها الاستيلاء على الآخر، بدأت تظهر فكرة ما يسمى القوة العظمى، اللي في الأول ظهرت على شكل إله الخير وإله الشر. ثم جاء الزردشت وقال إله الخير هو الذي يعبد، فهمت، وإله الشر سوف ينتهي في الأخير ويخسر المعركة. من بعد جاءت الأديان الإبراهيمية وقالت فكرة الله وفكرة الشيطان اللي هو يمثل إله الشر، فهمت، معناتها اليزيدية اللي موجودة في العراق وفي سوريا وفي تركيا، فهمت، يعتبرون يعني يؤمنون بطاووس اللي هو إله الشر، هذاك علاش سموهم في العراق عبادة الشر. إذا الفيدية هي الغنوصية، وسوف نحاول، فهمت، في الفيديو القادم أن نتكلم عن هذا المعتقد، ونعيد الحديث بصفة مختصرة عن الغنوصية، ثم ننتقل مباشرة إلى المزدية دون أن نتكلم على الفروع الأخرى اللي خرجت منهم المعتقد الفيدي، كما الهندوسية والبوذية والشنتوكية والطاوية، لأن هذوما ديانات ما تهمناش، احنا اللي يهمنا هو الشرق الأوسط وما يسمى الديانات الإبراهيمية. أظن أن بهذه الطريقة عدنا إلى طريق الفيديوهات أو سلسلة الفيديوهات، ونحاول في الفيديو القادم نتكلم ونعطيه فكرة على الفيدية والديانة المزدية، ثم في الفيديو اللي بعده نواصلوا الفيديو الثاني حول الزردشتية لكي نكملوا الفيديوهات متاعنا. المهم أنا معناتها عملت هذه الفيديو غير معناتها قبل ما نرقد، باش نوعدكم اللي آخر الجمعة هذه نرجع للفيديوهات ونتكلم على الفيدية والمزدية، اللي هما نجم نقولوا المقدمات للديانة الزردشتية، ونواصل البحث متاعنا إلى أن نصل إلى الإسلام وكيف ظهر الإسلام. وأعتذر مرة أخرى على هذا التأخير، وأرجو أن توزعوا الفيديوهات، راهو هذا يشجعني ويشجع أي إنسان يعمل فيديوهات، يشوف الفيديوهات متاعه تتوزع. لازمكم توزعوا أكثر شيء ممكن على قدر المستطاع طبعا، ونقول لكم تصبحون على خير وبسلامة، ومع فيديو قادم آخر الأسبوع حول الفيدية والمزدية، قبل أن نعود الحديث عن الزردشتية، الديانة التي تعتبر أم الديانات الإبراهيمية أو السماوية. وبسلامة.